صحيح. طيب خليني ابدا معاكم الحقيقه بمشوار الاهلي في افريقيا. امبارح الاهلي طبعا بعد مواجهه يانج افريكانز وشباب لوزداد والانتهت بفوز يانج افريكانز اتحسمت بطاقتي التاهل في المجموعه. مباراتين ظهر فيهم الاهلي، مره امام شباب لوزداد، مره امام ميدياما. مستوى الاداء يمكن ما نقدرش نقول ان هو مستوى الاهلي قبل فتره التوقف، لكن على مستوى النتائج الاهلي قدم نتائج كويسه جدا وضمن حتى قبل الجوله الاخيره. اجمالا كده خلينا ناخد الجولتين على بعض، اهم مكاسب الاهلي من ماتشين لعبهم في دوري الابطال، واهم الخسائر او الحاجات اللي يجب معالجتها. وهبدا بسعيد. طيب خلينا نقول بشكل واضح ان احنا خرجنا من المرحله الصعبه بتاعت كل موسم بافضل شكل ممكن، بمعنى ان الاهلي بعد كل كاس عالم للانديه بيمر مرحله غيابات، اصابات، اجهاد، فبالتالي بتكون المرحله دي صعبه جدا جدا، وتخطيها بيتعلق كل سنه باللحظه الاخيره من المجموعه، بيفضل موقف الاهلي معلق. لكن المره دي النادي الاهلي بيعبر بافضل نتائج ممكنه. وخلينا نعيد مع بعض تاني يا استاذ احمد، زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، ان انا شخصيا مصدق كولر قوي قوي بعد بلوزداد، ان هو رايح ياخد 3 نقط من ميدياما وهيرجع ياخدها من يانج افريكانز، فهو فاهم كويس جدا ومحضر المره دي، عارف ايه هيحصل. ساعدنا اكتر الفجوه الحقيقيه ما بين قائمه لاعبي النادي الاهلي اللي فيها اللاعب رقم 3 واللاعب اللي غايب بقاله 6 شهور في أسوأ احواله، هو افضل بمراحل من المنافس، وده بيعكس قوه وقيمه الاهلي في الكره الافريقيه وحجمها في التنافسيه داخل القاره. فبالتاكيد النتائج افضل دلوقتي. مكاسب المرحله، اعتقد ان المكسب الاهم هو مصطفى شوبير رقم 1 بالنسبه لي على المستوى الشخصي. بشوف ان انت قدرت تكسب حارس جديد برهن مره ثانيه على قوه شخصيته. خلاص مصطفى شوبير بيعدي على مجموعه فلاتر فلتر الشخصيه، اعتقد هو فاز بيه بعد الوداد في نهائي افريقيا، ثم بعد هذه الضغوط يظهر بنفس الثقه اللي هو بيظهر عليها. اعتقد عدى مرحله ان احنا نقيم شخصيته، لا هو شخصيه تقيله قويه واثقه في كل المواقف. اعتقد واحد ده تاني من الجوانب الفنيه اللي اختبرناه فيها بشكل جيد، انه رائع جدا فيما يتعلق برد الفعل، تصدياته للتسديدات القريبة جدا من المرمى داخل الستة ياردة، ما أظهرش أنه هو حارس عادي، لا رد فعل عالي جدا. وهنا عايز أقارن بين تصديات مصطفى شوبير ولقطة الهدف اللي أنا بشوفها، هدف الأهلي كان أسهل على حارس مرمى ميدياما من الكرات اللي تصدى ليها حسين، اللي تصدى ليها مصطفى شوبير. لكن رد الفعل عند مصطفى شوبير بيقول ان الراجل ده عنده مقاومات عاليه قوي في الحته دي. صحيح لسه في اختبارات تانية فيما يتعلق بالامور الفنيه لمصطفى جايه، في اختبارات تانية متعلقه بالاستمراريه، لكن دي نواه حارس كبير جدا جدا ومكسب عظيم. صحيح.